السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يدعو للناس ويدعو لهم بالبركة صغارا وكبارا، فالكلمة الطيبة صدقة، والناس يحبون أن يدعى لهم. أنت لما تقابل الناس فتقول السلام عليكم، هذه دعوة، دعوة لهم بالخير. لما تقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، حفظك الله، رحمك الله، هذه دعوة بالخير، والناس تستانس وتحب هذا الأمر. أنت لما تقابل واحد وتقول جزاك الله خير، عسى الله يوسع عليك، الله يوفقك، الناس تفرح وتنشرح صدورها. الناس بحاجة إلى سماع الخير أحوج منهم من سماع الأمور، يعني مثل ما أقول ضيق الخلق والأخبار السيئة، ما الحاجة لهذه الأمور. فكان هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وعليه أثر صفرة، يعني متجمل متزين رضي الله تعالى عنه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، استانس، ها ما شاء الله يا عبد الرحمن، ما شاء الله يعني متزين، يعني حاط شيء على لحيتك ما شاء الله، نوع من الطيب وغيره، شنو هذا يا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. يا رسول الله، الحمد لله لقيت لي زوجة، لقيت لي امرأة تزوجتها وكان المهر نواة من ذهب. يعني يمكن يكون مثلا 5 جرام من ذهب، 10 جرام من ذهب، المهم في صدق، في صدق، في مهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، بارك الله لك، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. هذا الأمر حدث في المدينة لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. وطبعا لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة لم يأتوا ولم يدخلوا المدينة بأموالهم ومنازلهم، رب العالمين سماهم فقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هربوا، اللي هرب هرب، واللي انحبس انحبس، واللي قتل قتل رضي الله تعالى عنهم. طيب، ذهبوا إلى المدينة ما عندهم شيء، مثل ما نقول حين صاروا لاجئين، فصار الأنصار يتقاسمون معهم الأموال والمنازل. فلما اجتمعت عمل عبد الرحمن العوف، اجتمع عنده شيء من المال، فتزوج على ماذا؟ على نواة، على وزن نواة من ذهب. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا له، وهذه هي يعني من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدعو للمتزوج بالبركة، بارك الله لك، بارك عليك، وجمع بينكما في خير. شوف ما أجمل الكلمات النبوية، علينا نتعلمها وأن نقتدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نقول هذه الكلمات بارك الله لك، بارك عليك، وجمع بينكما في خير. ما أجمل هذه الدعوة لما تشوف واحد متزوج، أو أنت تشوفين صديقتك متزوجة تدعي لها، دريت إنها والله نشأت أول يوم، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك، تدعو البركة. فمهما فعل الإنسان طيب، هذا لا يعني أن في بركة في حياته، لابد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالبركة من الله سبحانه وتعالى وحده. أنت والله تقول والله أنا قعدت مثلا 5 سنوات أبحث عن امرأة، وأنا دشيت دورات، وأنا سويت كل شيء عشان يصير زواجي ناجح. مستحيل يصير زواجك ناجح إذا فقدت البركة من الله، فدائما تعلق بالله تكون موفقا. إذا نتعلم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ المتزوج بالبركة، وكذلك نتعلم من هذا الحديث أن على الرجل إذا تزوج أن يدعو الناس إلى طعام الوليمة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشاه، يعني مثل ما نقول إحنا اعزم الناس، اعزم الرجال
ولو بشأن أذبح لك خروف، اجمع لك مثلا 20-30 واحد إذا كنت ما تستطيع أن تدعو يعني مثلا كل الأصدقاء وكل الأقارب. طيب لو كان الخاصة أو خاصة الخاصة أو لم ولو بشاه، خل الناس تعرف، خل الناس تفرح، أعلم الناس وأعلن النكاح. يعني هذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا النكاح، ما يكون سرا، خل الناس تستأنس، خل الناس تعرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري أن تزوج، نعم قد يكون تزوج قريب لكن ما يدري، لكن لو كان مثل ما نقول إحنا دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المسجد، طيب لعلم الناس ودعوا له بالبركة وفرحوا له. طيب إذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي هو الوليمة، اللي هو شنو؟ طعام العرس. إذا الواحد عقد على امرأة يسوي وليمة، هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يعني في بلدنا نقوم بهذا الأمر، هذا الأمر معروف والحمد لله، كل واحد على حسب قدرته يدعو الأصحاب والأحباب وكذلك الأقارب، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، والحمد لله. يعني هذه من يعني سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام التي يقوم بها الناس إلى هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم. وكذلك نتعلم من هذا الحديث اللي هو عدم المبالغة في المهر. قد يدفع الإنسان الأموال الكثيرة للزواج من امرأة وينقصهما البركة، فكثرة الأموال لا تؤدي إلى استقرار البيوت، ليس بالضرورة يعني كثرة الأموال، لا أنا بعطي مهر مثلا المبلغ الفلاني كذا كذا من الذهب وكذا كذا من السيارات والأموال حتى ترضى وحتى يستقر الأمر، إذا ما كان في بركة ما يكون في استقرار. الأمر الأساسي هو البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا هذا قليل لازم تعطيها أكثر وليش ما قلت لي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام حتى في رجل قال التمس ولو خاتم من حديد، حتى مو من ذهب، ولو خاتم من حديد. يعني شوف القضية مهمة جدا، هي قضية أن يكون في عفاف في المجتمع الإسلامي، يحرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الناس والشباب، يا معشر الشباب من استطاع من كل باء فليتزوج. طيب ما نؤخر هذا الأمر، وينبغي علينا ألا نثقل على الشباب ونكثر من يعني الشروط، لا لازم يكون المهر المبلغ الفلاني ويكون التجهيز ويكون السفر ويكون الأمر الفلاني. طيب ونثقل على الشباب وفي النهاية يكون خسارة للمجتمع ككل. لابد أن نسهل الأمور هذه طبعا من غير احتقار للمرأة، من غير تقليل من شأن المرأة. فإن هذا الحديث نفهم اللي هو شنو قضية التقليل في قضية المهر والقبول والتواضع ولو بالقليل. وكذلك نتعلم من هذا الحديث اللي هو أهمية الوليمة، أن الإنسان يسوي عزيمة بعد ما يعني حق العرس أو بعد ما يملك، اللي هو عقد القران ولو بالقليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه. فشنو معناته؟ هل ممكن واحد يولم أكثر بأكثر من شاه؟ نعم، أنا والله أحتاج مثلا مو بس أذبح خروف واحد، أحتاج والله خمسة، يجوز؟ يجوز. لكن إذا كان واحد ما عنده القدرة المادية، هل يعني هل نلزم أن لازم يكون في لحم إبل لحم غنم؟ لا، حتى لو كان شيء على قدرته مثل الخبز وغيره من الأمور هذا مقبول. إيه نعم هذا مقبول، المهم أنه يعلم الناس ويعلن النكاح عند الناس أنه قد تزوج بالحلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.